من هنا من أرض جنين القسام نبعث رسالة وفاء ورسالة محبة وتقدير إلى أن في غزة هاشم، وأننا على نفس الطريق الذي يسلكوه الآن، وأننا لن نلقي السلاح ولن نفكر يوما أن هذه الأرض أو أن هذه القضية يمكن أن تتحرر أو أن نصل إلى القدس إلا بالدفاع المسلح. فإننا في كتيبة جنين كالسهام، كلما تراجعنا خطوة تقدمنا إلى الإمام ألف خطوة. هذا موقف رفض مستنكر وقامت به أجهزة السلطة بمصادر السلاح المطارد عليه الشحروري بمدينة طباس بعد ملاحقته في سيارة وتم مصادر السلاح وتم التكلم عنه وإلصاق طهب باطلة إليه. فإلى متى أجهزة السلطة تريد الضغط على المقاومين؟ حتى موقف الحياد لم يستطيع أن يقفوا به، بل مارسوا شتى الوسائل في الضغط على المقاومين. وقبل عدة أيام قامت بعض الفئات بإطلاق الرصاص على سيارة تقل بعض المجاهدين لدينا، وتوجهنا إلى عجزة السلطة واستنكروا أنهم هم من قام بهذا الفعل، وطلبنا منهم أن يباشر وفق القانون وفق الرسول بتسليم الجنة إلى القانون، مع أننا كما توصلنا إلى طرف خيوط تدل لنا على من قام بهذا الفعل. فرسالتنا لهم أن كفوا عنا وكفوا عن ملاحقتنا ولا تختبروا صبرنا. لا ينصرها إلا مؤمن ولا يعاديها إلا خائن، فوالله لن ينجز إلا وعد الله، فانتظروا إنا معكم منتظرون. يقول لأعدائنا: اعلموا أن ما ينتظركم لهو أدهى وأمر وأفضع وأشد، وما ينتظرنا لهو أحلى وأجمل بإذن الله. تكبير! الله غايتنا! الله غايتنا! والرسول قدوتنا! والرسول قدوتنا! والجهاد سبيلنا! والجهاد سبيلنا! والقرآن دستورنا! والقرآن دستورنا! والموت في سبيل الله أسمى أمانينا! والموت في سبيل الله أسمى أمانينا! إحنا كاتب الجنين! والموت في سبيل الله يا أسماء أمانينا.